سمعنا آيات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يمتاز أسلوب الآيات وتنسيق الكلمات الوارد في سورة الرحمن بإبداعه، كما كان افتتاح هذه السورة المباركة باهرا بذكر أحد أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الرحمن. ومن أبرز سمات أسلوب هذه السورة تكرار قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان على مدار السورة، ولذلك يكثر التساؤل عن معنى آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وما الحكمة من تكرارها في القرآن الكريم؟ إن معنى آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما الكثيرة يا معشر الجن والإنس تكذبان. وقد تكررت هذه الآية المباركة 31 مرة، وهو ما لم يحدث فيها في غيرها من سور القرآن الكريم. فقد تكررت بعض آيات القرآن الكريم ولكن ليس بهذا العدد، وإنما جاء تكرار العدد لهدف مميز، وهو التأكيد على كثرة نعم الله تعالى على عباده وتذكيرهم بهذه النعم التي لا يستطيعون إحصاءها. تعد سورة الرحمن النعم التي ينعم بها الإنسان، ومن أولى هذه النعم التي من الله بها على الإنسان نعم تعليم القرآن. وقد استخدم الله تعالى في هذه السورة أسلوب الترغيب والترهيب، فكان يذكر شيئا من أهوال يوم القيامة وعذاب الأشقياء في الآخرة، ثم ينتقل إلى ذكر المقام الرفيع الذي يكون للمؤمنين من المتصفين بخشية الله تعالى. وقد تضمنت سورة الرحمن تحدي الله تعالى للثقلين، وهما الإنسان والجن، بأن يكذبا جميع هذه النعم والقدرات والتجليات التي أوضحها الله تعالى في كونه الفسيح. في كل مرة يذكر الله تعالى الفضائل والنعم يتكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك يجب على المؤمن أن يدرك فضائل الله تعالى التي من بها عليه، ويتيقن أن الله تعالى هو المستحق لجميع المحامد بما تفضل وتكرم به على عباده، ولا يستطيع مؤمن حقيقي أن ينكر شيئا من هذه الأفضال والنعم. يقول ابن قتيبة: من أبرز المذاهب التي عرفت بها العرب التكرار، وإنما يكون التكرار لغرض الإفهام والتوكيد. وعدد الله تعالى نعمائه وأذكر عباده بما تفضل عليه من آلائه، وفي الآيات تنبيه إلى قدرة الله، فجعل كل كلمة من ذلك بمثابة الفاصلة بين كل نعمتين لإفهامهم النعم وإقرارهم بها.